بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا عملنا الاد بالاي اللي هي الفانكشن بتاعت الاد على الايه الريكوستس و الداتابيز مباشرة اللي هي الفاير بيز، لكن احنا محتاجين نعمل كول للاد بالاي لان فيها شوية شغل. انا محتاج ابعت هنا الفونز دي اري، ومحتاج ابعت بيت البيانات، فانا هاجي اعمل سيف وخلي ده 63، خلي الفانكشن بتاعت الاد محتاجينها، وهديفاين فانكشن تانية هسميها كول الاد. انا هكلم الاد فانكشن مش تاخد حاجة، لكن هبدأ اخد من اليوزر الداتا، يعني مثلا الامب اي دي اكيد هقول له ايه انبوت انتر امبلي اي دي مثلا. حلو، ده كده الامبلي اي دي. هاخد نفس الكلام ده كده واخد بقى ايه مش عارف قد ايه، كام واحده كده، ونعدل ما يلزم. الامب نيم ده عندنا، النيم ده في فيرست نيم، في عندنا اللاست نيم ده امبلي فيرست نيم، وده لاست امبلي لاست نيم ديبارتمنت ديبارتمنت كود او ديبارتمنت اي دي او اي حاجه. طيب دي البيانات الايه، دي البيانات اللي هي الاساسيه الظاهره على طول مباشره، يعني اللي هم الاي دي 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 الاربعه بتوعنا الاساسيين. نيجي بقى لمين؟ دي الفونز. الفونز انا الاول هقول له برنت مثلا، هقول له يعني رايت فون، يعني اكتب تليفون and press enter to continue or تمام or write مثلا no مثلا، لما اكتب no وانا حطيت كده عشان يبقى double quotation قبل كلمة no double quotation بعد كلمة no to exit، بقول له دخل اكتب رقم التليفون او دوس انتر وتدوك عشان تكمل، او اكتب كلمه نو عشان تخرج بره الايه، ان انا هاخد منك تليفونات، فطبيعه الحال انا عايز اعمل لوب، فاللوب مستمر لغايه امتى الله اعلم. ولذلك انا عم هعمل ايه، هعمل الدو وايل او هعمل الدو الوايل، يعني اللي هي وايل وترو، وبطلع بايه ببريك، بطلع ببريك، فوايل وترو يبقى دايما هتلف واطلع ببريك. فهقول له ايه، هعمل فاريبل اسميه فون، ده اللي هاخده منه على طول بانبوت على طول. فانا هقول له انبوت انتر فون نمبر، تمام دي اللي هتطلع، دخل رقم تليفون، تمام. مش هقول بقى او مش عارف، انا عايز اوفر، هقول له اف ان الفون اللي داخل ده، طبعا الفون ده يا اما يبقى رقم يا اما يبقى كلمه نو، اف ان الفون ده كان بيساوي نو او كان بيساوي كلمه نو يبقى معناه انه عايز يخرج. في الحاله دي انا هعمل ايه، هقول له بريك، وبالطريقه دي انا خرجت بره خلاص كده، بالطريقه دي انا ايه، انا خرجت بره تمام. طيب اللوب مش هيكمل يعني كده، اهو مش هقول يلس دايما، لو عد لو خبط في بريك اصلا ما بيكملش. فالحاله دي انا هقول له الفونز مش معرفين فونز، يبقى لازم اعرف فونز هنا، اعرف حاجه اسمها فونز، ودي عباره عن ليست تمام، واجيب فونز وقايل له ايه دوت ابند عشان اضيف عليها، هابند عليها ايه، هقول له ابند عليها الفون اللي لسه داخل طالما ان ما هواش كلمه نو. طب تمام، واللوب ده كده بالنسبه لي هيريحني من اول هنا، عرفت له الليست وشغال بقى، عمال اخد من رقم تليفون رقم تليفون رقم تليفون، او كتب نو قلت له خلاص كده هو دخل ارقام التليفونات بتاعتنا كلها، تمام كده. طيب حلو جدا، بعد كده انا محتاج اعمل ايه بعد ما دخلت كل الفونز؟ عايز انادي على الاد بتاعتنا دي، الاد امبلي، فهقول له اد امبلي، قال لي اديني بقى بالتفصيل الامب اي دي، قلت له عندي عندي امب اي دي،
فيرست نيم قلت له ادي الفيرست نيم، اللاست نيم قلت له ادي اللاست نيم، ايه تاني؟ الديبارتمنت، ادي الديبارتمنت عندنا، الفونز عندنا هي اسمها فونز مظبطينها لك مفيش مشكله. حلو جدا. طبعا الادم بليدي المفترض لما بتيجي لما بتشتغل لو احنا فاكرين كانت لما بتشتغل تمام كانت بترجع لي الجيسون. الجيسون ده عباره عن المفروض ان في يعني في اسمها ايه ديت في الداتابيز الفاير بيز بتريترن لما بتاد بترجع لك نفس السجل اللي انت اشتغلت عليه. وبالتالي انا ممكن اعمل برنت للاد دي، يعني ممكن اقول له برنت اللي هيرجع من الاد امبلي. عشان نجرب ده هاجي بره، بره يعني زي ما انا بره كده بره الاندنتيشن دي خالص، وهنادي على كل ايه كل اد فانكشن اللي احنا عملناها وبسم الله نجرب. قال لي انتر امبلي اي دي، انا مش فاكر الامبلي اي دي كان كام كنا مدخلين. طيب تقريبا هندخل رقم 3 0 1 او 2 تقريبا 0 وادي 1 هندخل رقم 2. الفريست نيم قلت له ميسر عادل قسم رقم 1 وكان لي رقم التليفون، مثلا ده رقم التليفون الاولاني دوست انتر، قال لي دخل رقم التليفون، قلت له مثلا ده رقم التليفون الثاني مثلا انتر، وتقول ده رقم التليفون الثالث تمام انتر. خلاص انا زهقت او دخلت كل البيانات بتاعتي فاقول له نو، قلت له نو خلاص ضرب. ضرب فين؟ كانت اونلي كونكات سترينج. اه عشان ام باي دي بالنسبه لنا طبعا لازم نحط لها اس تي ار يا راجل. طيب ماشي خير 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 خير، خير. لازم نحط لها اس تي ار عشان دوت يروح سترينج، عشان ده نمبر حاجه تانية نمبر عندنا. استنى الديبارتمنت مكرول اس تي ار، وهنا في الريكوست وانا بنادي احط على الام باي دي اس تي ار كله بقى ظبطه لك. رن تاني برقم 2 بسم الله. واخر واحد اقول له بسم الله، قال لي برضه لسه عندك مشكلة تانية، قلت له ماشي. كل اد بتنادي على برنت ديت واديت هنا على امبلي اي دي كان نوت اونلي كونكات، كان اونلي كونكات الايه السترينج نوت الليست، وهي هي شايف الامبلي اي دي ده ليست كده، البيانات دي كده فيها مشكلة. المفروض ان انا عامل اصلا دامبس عشان اهرب من الكلام ده كله، المفروض الكلام ده كله يكون مظبوط، الفانكشن بتاعتي تكون واخده الكلام مظبوط، لكن طيب فانا ايه هحاول ان انا اطمب الكلام ده كله على بعضه. عشان احاول ان انا يعني اهرب من مشكله ان هو بيروح سترنج، انا مش عايز يروح سترنج، انا عايزه يبقى فاهم ان دوت ان ده يعني جيسون. طب انا هكت ده كده والديتا بتساوي وانبعت على طول كده مباشره، يعني هبعت الداتا بتاعتي بشكل مباشر كده دبل كوت. طيب انا عملت مفيش عندنا دبل كوت هنا خلاص، احنا مفيش دبل كوت، انا ببعت كده. احنا عشان اصلا ديتا بتساوي المفروض ده جيسون اصلا، فاهمني؟ احنا بقول انا ليه هربت؟ لان بقول ديتا بتساوي المفروض بتاخد جيسون، فعشان كده فاهمه جيسون، مش محتاجين دبل كوتيشن في اي حاجه. ان بنو فيرست نيم بتساوي كذا تمام من غير زائد ولا اي حاجه، ده الفيرست نيم. ممكن اكمل تحت من في الدبل كوتيشن، بس احط الكوما هنا، شيل هنا ده خالص معلش. رحنا فين؟
تمام، لاست نيم اندريج دوت كوتيشن ولا زائد، والديبارتمنت بس هنزل هنا سطر، مفيش هنا ده، كنا بفكه من السترينج عشان يبقى بالنسبة لي قيم مباشرة. طيب أنا تقريبا كده ظبطت القيم المباشرة، أنا بس حابب أحط الكوبات فوق لأن بتخيلني لما أكون الكوبات تحت. ودي قفلة الدامبس، ودي الهيدرز بعيدة عن القصة دي. حلو جدا، ومرة واحدة فقط كل شيء. معقول يكون برضو الاندنتيشن اللي فيها مشاكل. خلوني لو انا شلت جيسون دوت دامب دي اساسا. المفترض ان الداتا دي كده واخده لي ماشي، ده بيساوي من هو نيم بنيم بتساوي فيرست نيم اللي هو ده كوما لاست نيم اللي هو ده. في قبل القوس هنا كده بقى، في القوس بتاع الاوبجكت. يا تدوختنا في القوس بتاع الاوبجكت، وكان ديبارتمنت اهي، البيرسونز اهي، والهيدر زي ما هي، كل حاجه تمام. ماشي، هرجع بعد اذنكم بقى جيسون دوت دامبس، لان من غيرها هياخدها نص، ما عملناش حاجه. ماشي، وتعالى بينا ايه نرن رقم 2. بسم الله، طيب وهقول له هنا نو، بعت لي الداتا بتاعتي اهي. قلت له اروح على الداتابيز اشوف. قلت له بالظبط هو ده رقم 2، ديبارتمنت 1، امبلوي رقم 2، الامبلوي نيم وياسر عادل، وادي الفونز وصلت وكله تمام. الفونز وصلت وكله تمام؟ لا، الفونز ما وصلتش كله تمام، لان الفونز هنا واصله غلط. تاخدوا بالكم، الفونز واصله قيمه واحده، المفروض الفونز تاخد تيجي كاري. طالما التليفونات وصلت مش مظبوطه، اتخيل بسبب ان احنا عملناها سترنج، عشان كده حطها كلها ما بين دبل كوتيشن. انا هحطها فونز زي ما هي، والدامبس هتفهم ده وتحوله للاري بتاعت الجيسون. كدي سيريالايزيشن، سيريالايزيشن زي ما قلنا بكده. فانا هريتست معلش، فهنقول تاني هو الموظف رقم 2، لان انا بعمل بوت، وبالتالي بيحصل تعديل. طبعا المفروض ان انا ممكن لو انا عايز اشيك ان الامبلوي دوت ما ينفعش الدبلر، اشيك الاول على الاي دي افايند، ولو رجع لي داتا اقول له لا، او لو ما رجعليش داتا اضيف. ودي يمكن عملناها في حاجه قبل كده، فتقدروا تعملوها ان شاء الله. ديبارتمنت رقم 1، قلت له رقم تليفون، رقم تليفون تاني، رقم تليفون تالت، وفي اخر واحد قلت له نو. طيب قال لي انا ضفت. قلت له ماشي، احنا عارفين انت بتضيف، بس المهم نظبط الحته اللي كانت ناقصه بالظبط. رقم 2 ديبارتمنت 1، رقم 2 اسمه ياسر عادل، ده رقم التليفونات نزلت، بصوا نزلت مظبوطه وكله تمام. كده نكون خلصنا الاد بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.